السلام عليكم اخوتي اخواتي، كديرين كديرين مع الصحة؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم كما كتشوفوا اخوتي اخواتي، عندنا البوارو هنايا، غادي نديرو به واحد المقبلة ديال البوارو، واحد سلطة كتاكل باردة وهي كطيب في الفور. هادشي بغيت نقول لكم اخوتي اخواتي. كما كتشوفوا عندنا البوارو هنايا اخوتي اخواتي، وهذا اخواتي كما كتشوفوا هنا على الاعشاب المنسمه، واحد الخليط هو هذا ديال الاعشاب كما كتشوفوا اخوتي اخواتي. هادشي بغيت نقول لكم، وهذا غادي نديرو مع لاصوص فينيغريت كما كتشوفوا. هنا عندنا زيت الزيتون، كنحتاجو زيت الزيتون وكنحتاجو الملح. كما كتشوفوا المكونات بسيطه وما كايناش فيها التكلف بزاف باش ما تكلف على راسك. وكما كتشوفوا غادي نحضر لكم هاد لي سلطات ديال البواغو ديال اليوم، وغادي تشوفوها بواحد الطريقه جميله جدا وصحيه. هادشي بغيت نقول لكم، كتكون بارده وكما قلت لكم غادي نخلطوها، غادي ندير ليها واحد لاصوص ديالها بالفينيغريت، وغادي تشوفوا التحضير اللي غنحضر معكم. كما كتشوفوا اخوتي اخواتي، بسم الله غادي نبداو نقطعوا البواغو ديالنا، نحيدوا ليه التيكيه ديالو كما كتشوفوا اخوتي اخواتي. هنا قلت لكم ندوزو، كنحيدو ليه هاد الشعيرات ديالو هنايا كما كتشوفو اخوتي اخواتي، وهنا كنحيدو ليه شويه من هنا كما كتشوفو. هذا ما كيتكالوش. من بعد ما قطعنا البوارو ديالنا غنديه مطفو نغسلو، نتلاقاو من بعد ان شاء الله. كما كتشوفوا اخوتي اخواتي، دابا ندوزو ما بين هنا وهنا كي كطره، غادي نحيدو هذه الاولى هي هذه كما كتشوفوا اخوتي اخواتي كما كتشوفوا. وكتشوفوا هذا الخضر جديد ما شاء الله، في واحد البنه تقدري طيبيه مع الغنمي مع البقر، وديري غير بلا ما ديري البصله، دير غير هذا بوحدو وراه كيجي لذيذ ما شاء الله في الطعم، كيعطي واحد الطعم في الماكله. من بعد غادي نديرو كلشي، نحيدو هذا الاولين، ومن بعد غادي نغسلوه ان شاء الله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، راه بسيط ما فيش مكونات بزاف. دابا غنبداو نغسلوه ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. فرجه ممتعه خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا من بعد ما نظفنا البوارو ديالنا، غادي ندير واحد تشريحه هنا نشرحو الملح هكا باش تدخل الملحه مع الزيت كما كتشوفوا بهذه الطريقه خوتي خواتاتي. دابا عندي البلاك ديالي، عندي اللي هو ورق الطبخ كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. من بعد غادي نفوق شويه الزيت فوق ورق الطبخ، نحطوها هكذا كما كتشوفو خوتي خواتاتي. دابا غادي نخوى عليهم الزيت من الفوق طريقة، صدقوني كيجيو بداد وبنان ما شاء الله. كناخد الملحة نخوى عليهم من الفوق كما كتشوفو بهاد الطريقة، من بعد نزيدو عليه الأعشاب المنسمة كما كتشوفو خوتي خواتاتي. كما كتشوفو خوتي خواتاتي، حطينا في الفور كما كتشوفوا الفور ديالنا على 220 على مدة نص ساعة، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. خوتي خواتاتي، انا جات معكم باش نحضر لكم لاصوص ديالي اللي دابا ترافقنا مع ان شاء الله اللي درنا لكم ان شاء الله. كتشوفوا كنحتاجوا لحم، اعشاب المنسمة، زيت الزيتون، خل، ملحة، ونتوكلوا على الله. بسم الله كناخذوا الزيت
عنده واحدة بصمة كده. خوتي خوتي كما كتشوفوا انا ما عنديش زيت الكركاع، زيت الكركاع كيجي كاب ما شاء الله بديد. شي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، كناخذوا الخل كما كتشوفوا شويه ديال الخل، هنا كنحتاجوا السيترون او كنزيدوا عصير الليمون، ملح، كنحركو شوية الخليط تاعنا، دابا غندوزو العشب المنسمة، إن شاء الله راه بدات العشب المنسمة كيجيو لذيذ في هاد لاصوص. ويلا عندكم شي بصله ديك الحميره اللي شاطه كنقولها حنا اللي شاطه من فرنسا الصغيره، ديروها حتى هي كتجي في هاد لاصوص ان شاء الله. زيد انا ما عنديش كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، لاصوص ديالنا كانت خاطره ما شاء الله، شفتوها وانطلقوا من بعد ان شاء الله. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي البهارات كيدي، خوتي خواتاتي هالبواغوطات ما شاء الله كيف تشوفوا ما شاء الله. زين شويه خوتي خواتاتي كما كتشوفوا البواغوطات اللي هنا، هنا غنديرو دريساج كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. يا عزيزي لاصوص يديرو بزاف راه زوين ما شاء الله. خوتي خواتاتي كما كتشوفوا غادي نقول لكم طاب ما شاء الله، كما كتشوفوا طاب ما شاء الله. شفتوا خوتي خواتاتي كلشي طاب. خوتي خواتاتي كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البورو، هو هذا طيب في الفور ما شاء الله، ولاصوص فينيغريت ما شاء الله كما كتشوفوا. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، الى الفيديو المقبل ان شاء الله، مع السلامه الى اللقاء.